بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الكريم. ما بعد، كانت هذه واحد الملاحظات الإخوان بالنسبة للمباراة اللي تلعبت البارح ما بين المولودية الوجدية وما بين الوداد البيضاوي. مباراة دازت في واحد الأجواء رياضية عالية، كانت الأنصار تاع الوداد، كانت الأنصار ديال المولودية، كل الفريق، كل جمهور كيحاول يشجع الفرقة ديالو بالطريقة اللي كيشوفها مناسبة ليه. كانت المولودية متفوقة بهدفين، ومن موراها الماتش داز بداك الشرف مزيان. نبارك للوداد البيضاوي، هنيئا لفريق الوداد البيضاوي باللقب، ونتمنى واحد السعيد لفريق المولودية الوجدية في المباراة المقبلة. إنما اللي شفناه البارح يعني كانت كارثة بكل المقاييس. ما غاديش شي واحد يجي يقول لنا ودي جمهور محسوب على الوداد، لا، جمهور ديال الوداد اللي جا ويعني للأسف بقى كيرشق بالحجارة مرافق ديال الدولة، ملحقات إدارية، محطة طرقية، الطريق اللي كتدي للجرادة، والطريق يعني الطريق اللي من جهة الملحقة الإدارية 17، جميع الأحياء، جميع الأحياء اللي قريبة للملعب الشرفي إلا وتعرضت لواحد الأذى، والسيارة تاع المواطنين. يعني حنا هاد المسائل في غنى عنها، راه العالم كامل كيشوفنا. هادشي والله لا عيب، خصنا نوضعوا حد لهاد المسائل، وما خصهاش تكون. خصنا نبدو حنا هذا العنف، وهذا نداء لجميع الجماهير المغربيه. الله يجازيكم بخير، اجيو تفرجوا في المقابله. من تكمل المقابله كل واحد يمشي للدار ديالو في امان. هذا هو المقصود من الرياضه، هذا هو المقصود. اللي ربح كنهنيوه، واللي خسر كنقولوا له حظ موفق في الماتشات المقبلين. الناس تاع الجمهور تاع الوداد راه تكنفس علينا هنا داخل المحطة. أنا مستخدم هنا في مقهى صغيرة في المحطة، راه مداو لي رزقي، بقاو يفطروا ويهربوا لنا، ما خلاوناش. في التالي من بقينا نهضروا معاهم خرجوا على برا وكومونساو علينا بالحجر. راه مهرسوا كاع ممتلكات تاع الناس هنا في المحطة، البيرويات، الزيجان تاع البلدية، لا موطون تاع السيد خدام معانا حرقوها على برا، وهادشي اللهم إنا هذا منكر والله العلي العظيم. راه ما بقاتش كره، هذه ولاو ارهاب، هذا والله العلي العظيم. ولاو هنا في الاحياء ديالنا هنايا، ولنا بنادم ولا يخاف يخرج بالليل. تعرضنا للسرقه، تعرضنا للضرب، تعرضنا للشتم. راه هادشي لا اله الا الله الصراحه. راه نورمالمون هذاك الجمهور يقعد تما، كاع ما يجيش عندنا هنا الوجده كاع.
لين نشوفوا الوالدين طالع للبسكليت معنا بيا، لقاوني واحد مجموعه نتاع الجمهور، والساعه يجي واحد الانسان يجري بواحد المانجو يعطيني للرجل، طحت ما لقيت كي ندير هربت، داو لي البسكليت. هادشي اللي كاين دوك، حنا ما عرفناش واش راحنا في بلادنا ولا ما فين راحنا، كاع حنا راحنا دوك حرنا كاع فولجونا هاد الناس، هاد الناس ما عرفناش مين نزلوا علينا كاع، والله جا ربي يخلصهم والسلامة. هادشي اللي كاين ليكم. انا يا صاحب محل في محطة الطرقية بمدينة وجدة، البارح كانوا جماهير من الوداد ضررنا بزاف، ضررنا بواحد الضرر اللي هو كبير، يتعدوا على الامن وبزاف ديال الصوالح، تكسير في الابواب السيارات، يعني هادو ماشي جماهير، هادو راهم بواحد الطريقه اللي هي بشعه، خص المسؤولين يدخلوا بهذا الشيء هذا، لان الجماهير هذه فيها عنف وفيها ضرب وتعدي على الناس كبار، يعني احنا خفنا تكسرونا وبلعنا المحلات ديالنا، بلعناهم كاملين، يعني نهار ولا 48 ساعه تقريبا كنتسناهم اللي يجيو كنسمعوا بهم راهم جاو كي يركبوا فينا الرعب. وهادشي اللي كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، كنتمنى من السلطات انها تدخل في هاد الصوالح هادو، يعني صعيب الحال بزاف. السلام عليكم خويا. البارح كان يهجم علينا الجمهور ديال الوداد البيضاوي، ما كناش نتوقعوا بلي غادي يوقعوا هاد المشاكل كثيره وهاد مخاسر ماديه ومال المحلات. انا كنت واقف حدا الباب، الموطور ديالي كان تما محطوط، جاو هجموا علينا هنا بالحجر، ضربوا الزاج، حنا هربنا ندسينا هنا، دخلنا درقنا في ليكيشي، خرجت لقيت واحد هز لي الموطور جره، دا جره مليا حيد له البوشونه ديال الريزرفوار شعل فيه البريك، كنت كنشوف الموطور ديالي هكا كيتحرك، ما قديت نزيد لعندو لا نرجع، لان كنت غير كنشوف ما وماشي غير انا، بزاف ديال الناس المحطه الطرقيه تبع البلديه الزاج ديالها كاع تهرس، ما بقات لنا حتى شي زاجه في الباب، البوست ديال البوليس هجموا لنا عليه، المحطه المحلات كاع هرسوهم، القهوه كاع الكراسي هرسوهم، حنا كلينا العصا، لا اله الا الله ما عرفناش هادشي شنو، هادشي اللي وقع حنا ما كناش متوقعينه كاع، ما كناش كننتظروا غادي تجي الوداد دير معنا هادشي هنايا في وجده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.